طسم تلك آيات الكتاب المبين عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا فوجد فيها
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان إنه قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا تكون جبارا في الأرض
فجاءته إحداهما تمشي
فلما جاء نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق ستجدني إن شاء الله من الصالحين أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم خبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها شاطئ الوادي الأيمن في البطن
في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسي فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما أنتما ومن
اتبعكما الغالبون فلما جاء وأتبعناهم
ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس موسى
أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا وأعرضوا عنه
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما فمتاع الحياة الدنيا وزينتها
وما عند الله خير وأبقى. أفلا تعقلون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم ينادي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم قول ربنا هؤلاء الذين أغوينا تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم وآمن وعمل صالحا
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول
ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا المجرمون
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن
ولا تدع مع الله إلها آخر